حتى الشيخ الجليل أخلاق المسلم عموما والداعية خصوصا لها عظيم التأثير في الآخرين، وحسن الظن الذي سمعنا عنه هذه الخطبة الطيبة واحد من تلك الأخلاق التي يجب أن يتسم ويتصف بها الإنسان. سماحة الشيخ، عموما أنا شخصيا واحد ممن سحرهم وخلب لبهم عظيم أخلاقكم وعجيب تواضعكم، فالحقيقة لا أقول ذلك مدحا ولكن أقوله حقيقة وأنا مسؤول عما أقول. سماحة الشيخ، أنتم نموذج للدعاء المعتدلين. سؤالي، أقول ذلك شهادة لله، سؤالي كيف يوازن المسلم سماحة الشيخ ما بين الأخلاق في تعامله مع الآخرين سواء كان ممن اتفقوا معه أو اختلفوا معه، وما بين، نحن تكلمنا عن الأصل ما يسع فيه الخلاف لا يصل إلى القضية التي نسأل عنها الآن، ولكن من وصل الخلاف أو المخالفة في أن يكون قد ارتكب معصية من المعاصي، ليس في من يسعه في الخلاف، ممن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو في البراءة حكما في شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن أنتم سماحة الشيخ تتعاملون مع الناس بخلق عالي جدا حتى ولو كان ظهرت عليه شيء من يعني المعاصي والذنوب. شباب الصحوة والدعاء والمصلحون ونحن أحد أولئك، نحتاج إلى تبصير منكم كيف يوازن الإنسان ما بين هذين الثنائيين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. وحقيقة لعل السائل في هذا أولى بالإجابة من المسؤول، ينبغي أن تنقلب القضية فيكون المسؤول هو السائل والسائل هو المسؤول. ما شاء الله بارك الله فيكم، هذا تشجيع منكم سماحة. بارك الله فيكم وكثر الله خيركم وحفظكم بكل سوء. وعلى أي حال، حسب الإنسان أن يرى منهج الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بخلقه حتى ألد الأعداء، يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم يشمل البر والفاجر والقريب والبعيد والحبيب والبغيض والمؤمن والكافر. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان من خلقه أنه تذبح الشاة في بيته فيقول أرسلوا، يقول أرسلوا منها ليارنا اليهود. لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليهود الذين هم أشد الناس عداوة الذين آمنوا، كان يعاملهم بالخلق. وكثير منهم من أدى هذا الخلق إلى الإيمان وقبول الإسلام. فهذه المواقف التي كان يقفها الرسول صلى الله عليه وسلم مهدت لهذه الدعوة. نحن نرى أن الله سبحانه عندما وصف الرسول وصفه بالخلق وإنك لعلى خلق عظيم، ما قال وإنك لعلى علم غزير، لا، مع الميزة كانت الأخلاق، وأخلاقه القرآن كما قال السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه الرفيع انعكس على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكانوا مثالا لهذه الهداية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي دعا الناس إلى اتباع الدين. ما كانت هناك وسائل إعلام، وسائل تبلغ الدعوة في ذلك الوقت كالوسائل المتوفرة الآن، ما كانت أيضا وسائل النقل موجودة إلا الوسائل البدائية، كانت الكلمة، لكن الكلمة يصدقها الواقع وكانت يزكيها العمل والإخلاص. فكانت الكلمة تخرج من لسان الداعية يعني تأثر أثرا كبيرا بالنفوس، فتفاعلت النفوس مع هذا
يعني هذه الأمة التي دخلت الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من العجم الذين ما كانوا يفهمون القرآن، يعني ولا كانوا يتقنون اللسان العربي، لسان القرآن ولسان الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أخلاق الصحابة رضي الله عنهم هي التي قادتهم إلى الإسلام، عرفتهم بحقيقة الإسلام وأوقفتهم على سر الإسلام، وعرفوا أن وإلى الآن خلق لا يزال الآن له أثره كبير عندما يحسن الإنسان التعامل بالأخلاق مع الناس، والناس يتفاضلون بأخلاقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون. فإذا الخلق هو وسيلة النجاح. بقدر ما يكون الإنسان متخلق يكون أثره كبير في نجاحه. خير سماحة الشيخ، إذن نأخذ من سيدنا الجليل سماحة الشيخ الخليلي أنه لا علاقة ما بين ما يمكن أن يكون بينك وبين أخيك المسلم من اختلاف، ولو كان هذا الإنسان المسلم مرتكبا لمعصية أو كبيرة من كبائر الإثم، بل ولو كان إنسانا كافرا، وبين الأخلاق. فالأخلاق حق للعالم، وقولوا للناس حسنا كما قال ربنا عز وجل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. وما قال: وقولوا للمؤمنين حسنا، ونقرأ وقولوا للناس حسنا. قراءة أخرى، القراءة سبعية هي: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. حقيقة إضافة سماحة الشيخ لقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أحسن، فكأن الله يطلب من الإنسان أن يختار أحسن ما يمكن أن يأتي به من قول ومن فعل. نسأل الله يرزقنا ذلك وأن يجعله واقع في حياتنا.